السلام عليكم. بهذا المقطع بحاول اشرح الاير رول واللي هو التحكم في الهواء، بحاول اشرح كيف تستعمله وش ممكن تستفيد منه، وبشرح الاير رول ليفت ورايت وش الفايده منهم وهل هم احسن من الاير رول العادي او لا، وبحاول اشرح جميع اعدادات الاير رول بشكل عام عشان تختار افضل اعدادات لك. اول شيء راح نبدا نشرح اعدادات الاير رول، وطبعا اعدادات الاير رول مهمه فصعب اشرحها حبه حبه، ولكن اعدادات الاير رول يمديك تعدل فيها زي ما تبغى، فمن الافضل عشان تبدا تاخذ اعدادات ناس محترفين في اللعبه. اذا اخذت اعدادات واحد محترف في اللعبه يمديك تعدل عليها مستقبلا، ولكن في البدايه خذ لك اعدادات موزونه زي الاعدادات هذه. هذه هي اعداداتي، فاذا انت مبتدئ في اللعبه خذ اعداداتي وجربها عندك، وعاد مستقبلا بكيفك اذا تبغى تعدل فيها او لا. الان نروح للبايندينجز. طبعا بهذا المقطع راح اشرح الاير رول العادي وراح اشرح الاير رول ليفت ورايت. فهذا هو الاير رول العادي. طبعا انا حاطه زر ال1، عاد انت حط الزر اللي يناسبك، ولكن خذها نصيحه من الان، الاير رول والباور سلايد خليهم في زر واحد، ضروري تخليهم في زر واحد عشان لعبك يكون سريع. اذا انت حاطهم في زرين مختلفه من الان حطه في زر واحد وتعود عليها. الشيء الثاني هو الاير رول رايت او الاير رول ليفت، في ناس يستعملونهم الاثنين، لكن انا افضل اني استعمل زر واحد، اما الاير رول رايت او الاير رول ليفت. طبعا الاير رول رايت وليفت راح اقول لكم فوائدها بعدين، فانا عن نفسي استعمل الاير رول رايت وحاط فيه زر ال2 اللي هو اللي يمشي بالريوس، فانت اختار الزر اللي يناسبك وكمل معي المقطع. الان انا بشرح الاير رول العادي اللي هو انا حاط زر ال1 زي ما تشوف تحت يسار، زر ال1 عندي هو الاير رول العادي. طبعا في البدايه اذا انت مبتدئ في اللعبه وما تعرف كيف تطير اصلا، فلازم تتعلم كيف تطير عشان تقدر تستعمل الاير رول. ففي البدايه عشان تتعود على الطيران تيجي عند واحد الملاعب وتيجي هنا في هذا المكان، فتنط وترفع الجير شويه عشان السياره ترتفع. لما ترفع السياره علق على البوست، وبعدين ابدا دب البوست، لانك اذا علقت على البوست راح تطير فوق، واذا وقفت بوست راح تطيح، فانت تضغط بوست وتفك زي كذا، وعدل السياره بدون الاير رول، وحاول انك تروح وتصقع العارضه اللي فوق. فالان انا بنط وبدون اير رول بدون اي حاجه، فقط نطيت السياره وطرت بهالطريقه، اطير ادب. اذا علقت على البوست راح اطير فوق، اذا فكيت راح انزل، فابدا اوزل اضغط بوست وافك لين ما اصقع العارضه. فانت تسوي هذه المرحله لين ما تقدر تتقن الطيران. بعدها الان نبدا في الاير رول. الاير رول بشكل عام عشان تحرك سيارتك في الهواء، وخذها معلومه من عندي، لازم في الطيران تكون سيارتك 24 ساعه تتحرك، يعني سيارتك ما تكون واقفه كذا. بشكل اوضح يعني لما تطير ما تحرك السياره كذا بعدين تتعدى الاير رول بعدين تحرك بعدين تتعدى الاير رول، لا، سيارتك لازم تكون 24 ساعه تتحرك. فانت الان سوي نفس الحركه الاولى عشان تتعلم على الاير رول، بس نط وعلق على الاير رول واختار جهه معينه وطير بهالطريقه لين ما تصقع في العارضه اللي فوق. فعادي انت الان كمبتدئ طير واصقع زي كذا، ما يحتاج تسوي حركات صعبه ولا اي شيء، فانت راح تتعلم الطيران حبه حبه. الطيران ما هي مهاره اقدر اشرحها بالكامل وعلى طول تتقنها، الطيران مهاره انت تعود عليها. انا كل اللي بسويه الان اني اعطيك الطرق اللي تعلم فيها الطيران. الان بعد ما اتقنت الخطوه الثانيه انك بس تطير وتلف الاير رول وتروح الى المرمى، نبدا الان بالخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه كالاتي: تطير وتحاول انك تلف جهه يسار هناك، تروح بعيد بعدين ترجع يمين بعدين ترجع يسار، وتحاول انك ترجع تصقع في المرمى. ولكن معلومه، ترى مو شرط تكون معلق على الاير رول طول الطيران، فيمديك تفك الاير رول وتعدل السياره بعدين ترجع تضغط الاير رول، يعني تفك الاير رول ترجع تضغطه، هذه راح تعلمها مع الوقت. فاذا الان قدرت نط في اتجاه مختلف بعدين قدرت ترجع الى عارضه المرمى اللي على اليسار، فانت كذا تعتبر اتقنت الاير رول. ولكن عشان تتاكد انك اتقنته 100% نط زي كذا وابدا طير وسوي اير رول في الهواء، سيارتك لا توقف ابدا، خليها 24 ساعه قاعده تلف زي كذا، ولا تطيح في الارض ابدا ولا تلمس السقف. اذا قدرت تسوي زي كذا فانت من جد اتقنت الاير رول، وحاول انك تطيح سيارتك عمد زي كذا وترجع ترفعها مره ثانيه، والاير رول حقك لا يوقف ابدا. طبعا انا ما راح اكتفي بالتمارين هذه انك بس تطير بالسياره، نهايه المقطع راح اعطيكم اكواد مابات راح تتعلمون فيها الاير رول. الان بشرح الاير رول ليفت او رايت، ولاحظت ان قليل اللي يستعملونهم، ولكن الان زي ما قلت لك بدايه المقطع حط اير رول ليفت او رايت. انا حاط الرايت ومستعمل زر ال2 زي ما تشوف تحت يسار في الشاشه، هو زر الاير رول رايت عندي. فالان بقول لك وش ممكن تستفيد منه وهل هو مفيد او لا، وفوق كذا الان بقول لك حركات مستحيل تسويها بدون الاير رول ليفت او رايت. فمن الحركات اللي ما بدك تسويها بدون الاير رول ليفت او رايت اللي هو تورنيدو سبين، واللي هو الطيران بهالطريقه مستحيل تسويها بدونهم ابدا. اما الحركه الثانيه واللي شرحتها في مقطع سابق واللي هي الستال، مستحيل تسوي الستال بدون الاير رول ليفت او رايت. عاد الحركه الاخيره واللي هي البريز فليك، البريز فليك مستحيل تسويها بدون الاير رول ليفت او رايت ابدا.
وغير كذا يمديك تستفيد منه في الطيران بشكل عام. فأنا كل طياراني أستعمل Air Roll Right أو Left، فمستحيل أطير بدون لا أستعمل Air Roll Left أو Right. فعشان كذا هاي تعتبر حاجة جدا مهمة. فعشان تتعود عليه، أنا الآن زر Air Roll عندي هو L2، فلو بطير بهذه الوضعية بكون ثابت مثبت السيارة وضغطت الزر، السيارة راح تلف بهالطريقة بدون لا ألف الجير أبدا. فأنت الآن تبدأ تستكشف، إذا ضغطت الاير رول ولفيت الجير على اليسار ايش راح يصير؟ فلا مثلا ضغطت الاير رول ولفيت الجير على اليسار، السياره راح تلف بهالطريقه. نطيت ولفيت الجير على اليمين، السياره راح تلف بهالطريقه. مثلا على تحت، السياره راح تلف بهالطريقه. على فوق، السياره راح تلف بهالطريقه. فانت الان عشان تعود على الاير رول ليفت او رايت راح نتعلمها بنفس الطريقه اللي تعلمنا الاير رول العادي. تيجي هنا وتنط وتضغط الزر الحاله وتحاول انك توصل الى المرمى بهالطريقه، تروح سيدة إلي ما تصقع الجدار اللي فوق. الآن نعيدها مرة ثانية، لكن هالمرة نلف الجير إما يسار أو يمين. فمثلا بلف الجير يمين، لف هنا، ألف يسار، رجعني يسار. فالآن المسألة مسألة وقت وتدريب. فأنت تنط زي كذا وتضغط الأرو لفت أو رايت وتلف الجير في أي اتجاه، وتبدأ تعدل على السيارة. تروح الجير مثلا على قدام، بدنا ترجع الجير على وراء. فالآن أبدأ أتعود عليه، أطير وألف بالأير رول وأحاول إني أفك الأير رول وأرجع أضغطه وأعدل بالجير، ألعب بالجير زي كذا إلين ما أعدل السيارة وأوديها على المكان اللي أنا أبغاه. فالإقلاع عندي دائما أستعمل Air Roll Left أو Right، فأنا أقلع باستعمال Air Roll Left أو Right، بعدين أبدأ أعدل بالAir Roll العادي، وأحيانا أستعمل Air Roll Left أو Right مرة ثانية. فالآن ركز باليد تحت يسار وشوف معايا، أقلع بالAir Roll Left بعدين أبدأ أعدل السيارة وأقدر أرجع أستعمل الAir Roll Left. خلاص المسألة الآن مسألة تدريب فقط، تطير وتقعد تستعمل الاير رول العادي، تطير بهالطريقه ودائما تحاول تصقع العارضه اللي فوق عشان يكون عندك هدف في الطيران. فالان اجي اقلع مثلا من الجهه اليمنى واحاول اوصل الى المرمى الثاني بهالطريقه. عندك تستعمل الاير رول العادي والاير رول ليفت. اما الان بعطيك ماب انا استفدت منه مره عشان اتعلم على الاير رول وعلى الطيران بشكل عام، وعشان اقدر المس الكوره بطريقه حلوه. فتروح عند كلمه بلاي، بعدين كلمه تريننج، بعدين كوستم تريننج، وتروح عند براوز، وراح تلقى الماب هذا هو ثاني واحد Aerial Shots شرطة باس. إذا ما لقيته هذا هو الكود حقه، وإذا تبغى تستعمل الكود تضغط على كلمة Enter Code تحت يسار وتحط الكود هنا ودايركت راح يدخلك الماب. فأنا الآن راح أدخل الماب وراح أوريكم كيف أستعمله. فطريقة استعمال الماب أنا فقط أني أطير وأستعمل Air Roll وأحاول أني أجيب الكرة جول. فهذا الماب فيه 48 تحدي، فبس تطير تستعمل Air Roll وتحاول تجيبها جول. والماب فيه تمارين مرة كثير حتى تجيبها لك من هنا، وتحاول انك بس تستعمل Air Roll وتجيبها جول. والماب راح يجيبك الكرة باتجاهات مختلفة وبسرعات عالية، فانت كل اللي عليك انك تسوي Air Roll 24 ساعة، دائما تحرك سيارتك في الهواء، لان مستحيل تطير بهالطريقة تروح بتجاه الكرة وتجيبها جول، لأنه صعب انك بس تطير زي كذا بدون تسوي اير رول وتجيب الكرة على المرمى. في ناس يحسبون الطيران بهالطريقة فريستايل، ولكن في الحقيقة تراه مو فريستايل، هذا يعتبر افضل طريقة عشان تتحكم بالسيارة في الهواء. فما ينفع تطير بهالطريقة سيدة وتحاول تجيب الكرة على المرمى، فلا، حاول انك تسوي حركات كذا فريستايل في الهواء عشان مخك يبدا يتعود على الطيران بهالطريقه. فالماب هذا جدا جدا مفيد، وراح يجيب لك الكور من اماكن غريبه ومن اماكن انت مو متعود عليها اصلا. فبهالطريقه انت راح تتعود على الطيران بشكل عام، وبنفس الوقت راح يعودك على قرايه الكوره. فهذا الماب مو بس يعلمك على الطيران كثر ما يعلمك على قرايه الكوره وكيف تروح الكوره في الهواء. وبرضه معلومه، في الطيران اذا تبغى تقلع فوق بسرعه تضغط البوست والجمب بنفس الوقت بهالطريقه زي كذا. كذا أنا انتهى شرحي، وإن شاء الله نوفقت بتوصيل المعلومة لك. فهذه المهارة بالتحديد واللي هي الاير رول تحتاج تمرين منك ووقت، هذه مهارة صعب جدا تنشرح. فأنت كل اللي عليك أنك بس تطير وتستعمل الاير رول 24 ساعة، فعلى كثر ما تستعمل الاير رول على كثر ما راح تتعلم أكثر. وبس هنا انتهى المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك، وهذا هو الانستغرام حقي وكود الايتم شوب FF7Y، استعمله إذا تبغى تدعمني. ودائما وأبدا بالختام صلوا على النبي.